لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. والله يخليك يا عمي كريبان، الله يحميك الوالدين. يا بنتي كنت مخطوبة لواحد الولد. إيه؟ وفترة ديك الخطوبة كنت دائما كنحلم العرس ديالي، وكنقول للوالدة كنقول لابسة والناس مجموعين وكل شيء، والحنة ما عنديش، كنقول لها الناس كل شيء كيعمل حنة لولادو إلا أنا ما عملتش حنة في يدي. نعم. يدي ما فيهمش حنة. إيه؟ بغيت نثبت في الله حنة الوالد. وباقا مخطوبة لخديجة؟ لا ما كملش. الله لنا الهدد. الرؤية كتبين بأن فسخ الخطوبة الرؤية المنامية إن شاء الله سوف أشرح لك ذلك يا بنتي خديجة. الله يصلح الشباب ديالك والله يعطيك الخير والبركة. الرؤية كتبين بأن فسخ الخطوبة الرؤية المنامية إن شاء الله سوف أشرح لك ذلك يا بنتي خديجة. الله يصلح الشباب ديالك والله يعطيك الخير والبركة. بالنسبة شكرا لك بزاف. العفو بنتي، العفو بنتي، الله يصلح الشباب ديالك. أما قد الخطوبة اللي كيحلم بالعرس في المنام، العرس الله يحفظنا وإياكم هو علامة على عدم إتمام العرس. إذا شفت الموت، نعم الموت في المنام معناها فرح وسرور وطول عمر، لكن لما كنشوف العرس والدفوف والغناء وكذا معناها الله يحفظ ما كملش الفرحة، ما غتكملش، خصوصا ملي شفتي الحنة ما عندكش، الناس عندهم الحنة وانت ما عندكش، يعني ما عندكش النصيب، يعني ما عندكش النصيب مع داك السيد اللي كنتي معاه. فالله يلطف الجميع، اللهم امين يا رب يا كريم. وما تزال معنا مكالمات كثيرة من مختلف المدن المغربية الحبيبة. اللحظة نتحول من مراكش إلى تطوان مع لالة خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالة خديجة من تطوان. الحمد لله، كيف حالك من الحضر؟ نتوقع نهار الخميس. يا مرحبا يا مرحبا. عمي كورا بنا كنسولك جوج سؤالات اللي كان ممكن. مرحبا بنتي. سؤال الأول في الصلاة، بعض المرات واحد القط دائما كيكون يصلي كيجي حدايا كيتعلق فيا وكي ولا اياها بنتي ان شاء الله. والسؤال الثاني الله يخليك. نعم. يوم الاثنين والخميس كنت كنصوم دائما. نعم. وفجأة ولات ما بحال كنسترخى ما كنقدرش نصوم ك الوقت كنقدر عليه، واش كيولي فريضه تقصم دائما ولا قد استطاعه ديال الانسان؟ اياها بنتي، الله يتقبل منك لاله خديجه. بالنسبه للصلاه لاله خديجه كتسول القط، كاين بعض الناس اللي مربين قطط في البيوت ديالهم. القط هذا هو طاهر، ورسول الاسلام صلى الله عليه وسلم قال انه من الطوافين عليكم والطوافات. الطواف يعني كيكون في البيت، كي يكون معكم تحت الميداء، كي يجلس معكم فوق الناموسية، كتصلي كيدوز حداك، هو طاهر. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سمي أبو هريرة لأن كان عنده واحد القطيط صغير. سيدنا أبو هريرة كان عزيز عليه المشاش زي القطوطة، فكان كل مرة كيربي قط، واحد القط طول معه بزاف، وكان يلقب يا أبا هر. مرة كيقولوا يا أبا هر، هو طاهر لا باس لك تصلي ودز من حداك لا يؤثر فيك. أما عن الصيام ديال الاثنين والخميس، فالصيام هو غير مجرد أيام فضيلة، الاثنين والخميس نوافل من نوافل، لكن فرق بين الإنسان الذي يقدم نذر، اللي قال نذر على نفسي أنني أصوم هذه الأيام، ديك الساعة خصو لابد يكفر عن النذر. أما إلى غير قال عزيمة، عندي واحد القوة نفسية وسوف أصوم الاثنين والخميس، ولكن بعد ذلك شعر بالضعف، لا شيء عليه، لأن كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. كان واحد صحابي جليل قال لي يا رسول الله أنا بغي نصلي وبغي نقوم الليل وبغي ندير كذا، ولكن مرة كضعف نفسي وكنمشي للبيت ونرافس الأهل والأحباب والأموال والأولاد. قال لي ساعة فساعة، واحد الساعة كان فيها النشاط غنصلي مزيان ندير قيام الليل ونصوم الاثنين والخلاد. قال ليه ساعة فساعة، واحد الساعة كان فيها النشاط غنصلي مزيان ندير قيام الليل ونصوم الاثنين والخميس نختم القرآن، لكن ساعة أخرى كان ضعف فكنقابل الأشغال اليومية ديالي وماشي بالضرورة نكمل نحافظ على الفرائض. نعم
فرائض ما فيهاش تنازل، ولكن النوافل لا تكلف نفسك فوق ما تطيق، لأن النفس إذا كلفتها فوق تطيق تتعب، وإذا تعبت كلت، وإذا كلت ما كتبقى دير والو. فلا لا لا حرج عليك يا بنتي خديجة. والله يخليك يا عمي، وأيضا الله يحميك الوالدين. إيه يا بنتي، كنت مخطوبة لواحد الوالد. إيه، وفترة ديك الخطوبة كنت دائما كنحلم العرس ديالي، وكنقول للوالدة كنقول لابسة والناس مجموعين وكل شيء، والحنة ما عنديش، كنقول لها الناس كل شيء كيعمل حنة لولاده إلا أنا ما عملتش حنة في يدي. نعم. في يدي ما فيهمش حنة. إيه، بغيت نثبت الله يرحمك الوالد. وباقي مخطوبة لله خديجة؟ لا ما كملش الله. لأن هذا الرؤية كتبين بأن فسخ الخطوبة الرؤية المنامية. إن شاء الله سوف أشرح لك ذلك يا بنتي خديجة. الله يصلح الشباب ديالك والله يعطيك الخير والبركة. الرؤية كتبين بأن فسخ الخطوبة الرؤية المنامية. إن شاء الله سوف أشرح لك ذلك يا بنتي خديجة. الله يصلح الشباب ديالك والله يعطيك الخير والبركة. بالنسبة شكرا لك بزاف. العفو بنتي، العفو بنتي، الله يصلح الشباب ديالك. أما قد الخطوبة اللي كيحلم بالعرس في المنام، العرس الله يحفظنا وإياكم هو علامة على عدم إتمام العرس. إذا شفت الموت، نعم الموت في المنام معناها فرح وسرور وطول عمر، لكن لما كنشوف العرس والدفوف والغناء وكذا معناها الله يحفظ ما كملش الفرحة، ما غتكملش، خصوصا ملي شفتي الحنة ما عندكش، الناس عندهم الحنة وانت ما عندكش، يعني ما عندكش النصيب، يعني ما عندكش النصيب مع داك السيد اللي كنتي معاه. فالله يلطف الجميع، اللهم امين يا رب يا كريم. وما تزال معنا مكالمات كثيره من مختلف المدن المغربيه الحبيبه. اللحظه نتحول من مراكش الى تطوان مع لاله خديجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لاله خديجه من تطوان. الحمد لله، كي حالك من الحضانه؟ سمعت مع الخميس. يا مرحبا يا مرحبا. عمي كورا دابا كنسولك جوج سؤالات اللي كان ممكن. مرحبا بنتي. السؤال الاول في الصلاه، بعض المرات واحد القط دائما كيكون يصلي كيجي حدايا كيبقى يتعلق فيا وكي ولا اياها بنتي ان شاء الله. والسؤال الثاني الله يخليك. نعم. يوم ديال الاثنين والخميس كنت كنصوم دائما. نعم. وفاز اول ما بحال اللي كنسترخى ما كنقدرش نصوم ك الوقت كنقدر عليه، واش كيولي فريضه تقصم دائما ولا قد استطاعه ديال الانسان؟ ياها بنتي الله يتقبل منك يا لاله خديجه. بالنسبه للصلاه لاله خديجه كتسول القط، كاين بعض الناس اللي مربين قطط في البيوت ديالهم. القط هذا هو طاهر، ورسول الاسلام صلى الله عليه وسلم قال انه من الطوافين عليكم والطوافات. الطواف يعني كيكون في البيت، كي يكون معكم تحت الميداء، كي يجلس معكم فوق الناموسية، كتصلي كيدوز حداك، هو طاهر. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سمي أبو هريرة لأن كان عنده واحد القطيط صغير. سيدنا أبو هريرة كان عزيز عليه المشاش زي القطوطة، فكان كل مرة كيربي قط، واحد القط طول معه بزاف، وكان يلقب يا أبا هر. مرة كيقولوا يا أبا هر، هو طاهر لا باس لك تصلي ودز من حداك لا يؤثر فيك. اما عن الصيام ديال الاثنين والخميس، فالصيام هو غير مجرد ايام فضيله، الاثنين والخميس نوافل من نوافل، لكن فرق بين الانسان الذي يقدم نذر، اللي قال نذر على نفسي انني اصوم هذه الايام، ديك الساعه خصو لابد يكفر عن النذر. اما الى غير قال عزيمه، عندي واحد القوة نفسية وسوف أصوم الاثنين والخميس، ولكن بعد ذلك شعر بالضعف، لا شيء عليه، لأن كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. كان واحد صحابي جليل قال لي يا رسول الله أنا بغي نصلي وبغي نقوم الليل وبغي ندير كذا، ولكن مرة كضعف نفسي وكنمشي للبيت ونرافس الأهل والأحباب والأموال والأولاد. قال لي ساعة فساعة، واحد الساعة كان فيها النشاط غنصلي مزيان ندير قيام الليل ونصوم تين والخلاد. قال ليه ساعة فساعة، واحد الساعة كان فيها النشاط غنصلي مزيان ندير قيام الليل ونصوم تين والخميس نختم القرآن، لكن ساعة أخرى كان ضعف فكنقابل الأشغال اليومية ديالي وماشي بالضرورة نكمل نحافظ على الفرائض. نعم فرائض ما فيهاش تنازل، ولكن النوافل لا تكلف نفسك فوق ما تطيق، لأن النفس إذا كلفتها فوق تطيق تتعب، وإذا تعبت كلت، وإذا كلت ما كتبقى دير والو.
فلا لا لا حرج عليك يا بنتي خديجة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.